السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من كورس الماشين ليرنينج. ده تاني اكزامبل هنحله من موقع كاجل، كار برايس بريدكشن باي يوزنج لينير ريجريشن اند ار اف اي. ار اف اي اللي هي ريكيرسيف فيتشر اليمينيشن. هنحل التنبؤ بأسعار السيارات باستخدام اللينير ريجريشن والتكنيك ده، اللي هو شبيه بالباكورد اليمينيشن اللي هو كنا شرحناه قبل كده، اللي بيبقى عندي بي فاليو سيجنيفيكانس ليفل. اللي مش فاكر الباكورد اليمينيشن يرجع لاخر محاضره في البلاي ليست بتاعت اللينير ريجريشن. هنا البروبلم ستيتمنت اللي معانا هنا اللي هي بتحاول توضح، الاخت اللي هي الهنديه دي بتحاول توضح البروبلم. بتقول لك في تشاينيز اوتوموبيل، شركه عربيات صينيه اسمها جيلي اوتو، بتطمح ان هي تخش السوق الامريكي عن طريق ان هي تعمل مانيفاكتشرنج، تصنيع لبعض السيارات وتنزلها السوق المحلي، وبالتالي السيارات دي تدخل بشكل تنافسي مع السوق الامريكي والسوق الاوروبي. فالشركه الصينيه دي راحت اتفقت مع شركه امريكيه على اساس ان الشركه الامريكيه تلم لها شويه فيتشرز عن السيارات دي وتديها لها، وتشوف والشركه الصينيه دي تبدا تشوف الحاجات المهمه في السيارات اللي هتاثر في السعر بتاعها، اللي على اساسها هتركز عليها في التصنيع بتاع السياره دي. يعني هنا البيزنس جول بتاعنا ان احنا معانا شويه فيتشر عن العربيات، عايزين نشوف ايه اهم الفيتشر اللي هتديني اعلى سعر في العربيه. طيب اول حاجه هي جابت امبورت وورنينجز. احيانا انت بتيجي تعمل رن الحاجه فبيطلع لك تحذير كده في مربع احمر، فالورنينجز دي اللي انت بتعمل لها امبورت وتقول فلتر وورنينجز وتحط كده ما بين القوسين دول تقول اجنور، يعني تجاهل التحذيرات اللي بتطلع دي. طيب بعد كده جابت نمباي بانداز مات بريتليب والسيبورن. بعد كده هتبدا تقرا الداتا وتفهم الداتا بتاعتها. خزنت الداتا في الفاريبل اللي اسمه كارز، وعملت هيد جابت اول 5 صفوف. هي ديت كل الداتا، كل دي فيتشر خصائص عن العربيات، وفي الاخر هتلاقي الكولوم اللي هو البرايس سعر العربيه. احنا عايزين بقى، احنا دورنا هنا نعمل شويه اناليسيس كده للداتا دي ونشوف ايه الحاجات المهمه جدا اللي هتاثر في سعر العربيه. عندك الكارز اي دي، وعندك السيمبلنج والكار نيم والفيول تايب والاسبريشن والدور نيم والدرايف ويل والانجن لوكيشن والويل بيز والكار لينس والكار ويتس والكار هاي والكارب ويت والانجن تايب ونوع السلندر. سلندر يعني عندنا 4 سلندر، رقم السلندر 4 و 6 و 5، وهتلاقي فيه داتا تاني تحت. والانجن سايز، حجم المحرك او الموتور والفول سيستم. طبعا في حاجات انا عارفها وفي حاجات انا ما اعرفهاش، لو حد مهتم قوي بالسيارات والكلام ده فهو اكيد هيكون فاهم يعني ايه الفول سيستم اللي هو الام بي اف اي، وحاجات تانية برضو هتلاقيها موجوده، والبورت ريتو او البولت ريشو، والستروك. ستروك دي انا اعرف ان معناها السكته الدماغيه، بس انا مش عارف هنا بتدل على ايه في الكارز يعني، بس مش هتفرق معانا قوي اللي احنا ما عرفناش معناها. المهم ان احنا نفهم الفكره ونعرف ازاي ان احنا نعمل اناليسز ونشوف الحل الستروك ده ازاي بيأثر في الاوتبوت اللي هو سعر العربيه. تمام، وفي حاجات تانية برضو اهي فيتشرز، وفي الاخر السالري. طيب بعد كده هتعمل الشيب، هتقول هتلاقي عندنا 205 صف و26 عمود. هتعمل ديسكرايب للداتا، احنا عارفين ان الامر ديسكرايب بيشتغل مع النيوميريكال داتا فقط، فلما تعمل ديسكرايب للكارز هتلاقي ان المين والستاندرد ديفيجن والمين ونسبه ال25 وال50 وال75% والماكسيمم اعلى سعر عربيه موجود واقل سعر، والنسب دي اللي هي 25 50 ده المتوسط بتاع الاسعار طبعا دوت في الكولومز اللي هي النيوميريكال ما بيجيبش الكاتيجوريكال. بعد كده هتعمل شويه، هتجيب شويه انفورميشن عن الداتا. الداتا عندنا قلنا 205 صف، بتبدا من صفر لحد 204. عندك انتجر وعندك اوبجكت كتير طبعا، دول لازم يتحولوا لدامي فاريبل، وعندك فلوت. طيب دي شويه انفورميشن عن الداتا. بعد كده هتعمل ايه؟ هتروح على الكولومز، هتعمل فاريبل اسمه كومباني نيم. هتروح على الكولومز، هتقول لك كار، افتح قوسين الكار نيم، الكولوم اللي اسمه كار نيم دوت ابلاي لمبادا اكس نقطتين. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين في المحاضره اللي فاتت لما اتكلمنا في الابلاي لمبادا عرفنا ان هي دي بتنفذ فانكشن معينه، فهي هنا هتروح عند الكار نيم هتنفذ فانكشن معينه. الاكس دي حاليا متخزن فيها كل الحاجات اللي جوه الكار نيم. يعني لو رحنا على الداتا كار نيم عندنا ايه في الاول، الكار نيم اهو الكولوم ده مثلا،
جواه ايه؟ اسم الشركه ونوع العربيه. اسم الشركه اللي هي الفا روميرو جوليا، والكلمتين لازقين في بعض. فالاكس دي حاليا اللي هي بتاع اللمبادة، متخزن فيها كل الحاجات اللي هي جوه الكولوم ده، تمام. بعد كده الاكس دي هتعمل فيها ايه؟ هتعمل سبليت عن طريق سبيس، وبعد كده هتاخد اول كلمه. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا في الكار، في اول حاجه هنا الفا روميرو جوليا، فجوليا، فهتفصل ما بينهم بسبيس، هتخلي الكلمه دي لوحدها ودي لوحدها، وهتقوم واخده الاندكس زيرو، الاندكس زيرو اللي هي اول كلمه دي بس، وهتغير اسم الكار نيم ده، هتخليه كومباني نيم، وبعد كده هتعمل دروب للكار نيم. اهو هو ده اللي تم لمبادا اكس، اكس متخزن فيها كل الحاجات اللي في الكولوم بتاع الكار نيم. بعد كده اكس دوت سبريت، هتفصل ما بين الكلام وهتاخد الاندكس زيرو. بعد كده هتعمل انسرت، هتضيف كولوم جديد على الداتا اسمه كومباني نيم. الكومباني نيم ده هيتخزن فيه ايه؟ هيتخزن فيه الاندكس زيرو بتاع الكلمه، بتاع اللي في الكار نيم اللي هي جايه من هنا، هتيجي تتخزن هنا، وهيحط مكانها رقم 3 في الداتا. 3 دي يعني حطها لي في العمود رقم 3. فهنعد كده، ادي 0 1 2 اللي هو الكولوم الثالث ده بقى الكار نيم، وتخزن فيه الاندكس 1 بس اللي هي اول كلمه اللي هي الاندكس 0 يعني. طيب بعد كده هتعمل دروب للكار نيم، هتشيل الكولوم اللي هو الكار نيم اللي خلاص مش عايزينه، احنا حولناه بتنج ايرورز، في بعض الحاجات السبيلنج مكتوب بتاعها غلط، فهي هتصححها. هتقول لك ان المجزاده دي مكتوبه غلط، الصح بتاعها كذا المزاده، والنيسان هتحولها مثلا تخلي الان سمول، والتويوتا مكتوبه غلط هتخليها بالشكل ده، والاثنين دول او الدبليو في والاسم ده هتخليه ده اللي هم الثلاثه اللي تحت دول، هتصحح يعني السبلينج. فازاي هتعمل الكلام ده؟ هتعمله بطريقه، او الصراحه الاول هتقول لك كارز دوت كومباني نيم، الكولوم اللي اسمه كومباني نيم، هتحول كل الحروف اللي فيه لسمول، اللور دي بتحول الحروف لسمول. بعد كده هتعمل فانكشن جميله قوي اسمها ريبليس نيم، بتاخد تو بارامتر او تو ارجيومنت، وبترجع ايه؟ بترجع كارز دوت كومباني نيم دوت ريبليس، بتبدل الاي مع البي. ريبليس دي بتبدل الكلمتين مع بعض يعني، والامبليس ترو يعني نفذ لي الكلام ده. يعني لما تيجي تنادى عليها وتديها الاسم الغلط ولا المجزاده والاسم الصح، فالاسم الغلط هيجي يتخزن في الاي، والاسم الصح هيجي يتخزن في البي. ففانكشن ريبليس دي هتخلي الاثنين يتبدلوا مع بعض. فبالتالي بالطريقه الذكيه جدا دي هي صححت السبلنج بتاعه اسامي الشركات او اسامي العربيات اللي مكتوبه غلط. طيب بعد كده هتعمل كارز نيم دوت يونيك، هتلاقي ان خلاص كله اتصحح. وبعد كده هتعمل تشيك بقى على الدوبليكيتد عشان ما يكونش فيه كولوم متكرره، كلمات متكرره. يعني هنا مثلا لو بصينا هنا هتلاقي الكلمه دي متكرره، فدوبليكيتد دي بتعمل لك تشيك بحيث تشيل لك اي حاجه متكرره. فما تقول كارز دوت دوبليكيتد وتفتح قوسين كده، هترجع لك كل الحاجات اللي موجوده في الكولوم، كل الحاجات اللي موجوده في الكولوم بتاعتك من غير ما يكون في حاجات متكرره. طيب بعد كده هتشوف بقى كل الكولومز اللي موجوده في الداتا كلها اللي هي دي الكولومز بتاعتنا كلها. بعد كده هتبدا تعمل فيجوالايزنج للداتا، هتبدا تعمل فيجوالايزنج للداتا. هتقول لك بي ال تي اللي هي جايه من مات بلوت ليب، فيجر سايز، فيجر سايز حجمه 20 في 8. هتعمل سب بلوت، سب بلوت دي بتعمل اكتر من رسمه جنب بعض. يعني ايه؟ اول رقم بيكون عدد الصفوف، تاني رقم بيكون عدد الاعمده، ثالث رقم بيكون الاندكس، الاندكس مكان الرسمه انت هتحطه فين. هنا هتعمل صف واحد ورسمتين جنب بعض، اتنين ديت يعني هتعمل رسمتين جنب بعض، ورقم واحد دي حط لي الرسمه دي في الاندكس واحد اللي هو اندكس زيرو، والتايتل بتاع الرسمه اللي هو كار برايس ديستريبيوشن بلوت، وهتعمل اس ان اس اللي هي جايه من مكتبه السي بورد اللي احنا عملناها بورت فوق، دوت ديست ديست بلوت اللي هي ديستريبيوشن بلوت يعني كارز دوت برايس. هي هنا بتحاول تعمل، بتشوف التوزيعه بتاعت الاسعار عامله ازاي، بتشوف هل الاسعار اكتريه الاسعار اللي غاليه بتتراوح في رينج من كام لكام كده يعني. بعد كده هتعمل الرسمه اللي جنبها سب بلوت، قلنا تعمل رسمتين جنب بعض بس المره دي الاندكس بتاع رقم 2، يعني دي كده هتيجي تتعمل في الاندكس 1 اللي هو الاندكس 0، وبعد كده اللي جنبها في الاندكس 2 اللي هو اندكس 1 اللي هو هنا كده. طيب التايتل بتاعها اللي هو الكار برايس سبريد اللي هي شكل الانتشار بتاع السعر يعني، هتعمله عن طريق بوكس بلوت اس ان اس اللي هي السي بورن يعني جايه منها، بوكس بلوت السعر كارز دوت برايس اللي هو الكولوم اللي اسمه برايس بتاع اسعار العربيات، وبعد كده هتعمل شو. فطلعت لنا الرسمه دي، تعال نشوفها عندي احسن. انا كنت واخد نفس الكيرنل اللي نقلها عندي عشان نشوف الرسم يكون اوضح يعني. اهو
اهو يا جماعه دوت هو الكار برايس سبريد. تفهم ايه من الرسمه دي؟ تفهم من الرسمه دي ان اكتريه الاسعار بتاعت السيارات التوزيع بتاعتها، بص الديستريبيوشن، اكتريه الاسعار بتتراوح في المنطقه العاليه اقل مثلا من 10000 دولار بحاجات بسيطه. يعني اكتريه الاسعار هنا بتتراوح في الرينج من هنا كده لحد هنا، وبعد كده بتبدا تزيد قوي. يعني هنا مثلا هنقول لحد 15000 دولار، وبعد كده بنبدا نخش على الماكسيمم، وبعد كده بنخش على الاسعار الغاليه قوي اللي هي الاوتلير. حتى لو بصينا هنا على البوكس بلوت هتلاقي ان هنا هنا اهو الانومالي ديتكشن او القيم الشاذه، وهنا نسبه اللي هي الماكسيمم، والخط ده اللي هو المينيمم، والصندوق ده اللي هو بيمثل النسب اللي احنا عارفينها، نسبه ال 75% ونسبه ال 50% ونسبه ال 25%. واضح ان اكتريه الاسعار في المنطقه دي كده من اول 5000 دولار وشويه لحد هنا اهو فوق ال 15000، يعني ممكن نقول 18000 دولار ولا حاجه. والماكسيمم هنا بتروح من 25000 دولار لحد 30000 دولار اللي هي في المنطقه دي كده. بعد كده هي عشان توضح لك اكتر جابت لك عملت ديسكرايب للكولوم اللي اسمه برايس، هتقول لك برايس دوت ديسكرايب. احنا عارفين ديسكرايب بترجع شويه حاجات في الاستاتستكس، المين والستاندرد ديفيجن والمينيمم ونسبه ال 25 وال 75 وال 50. هي هنا هتزود في ارجيومنت اسمه برسنتايلز. برسنتايلز ده بتحدد النسب اللي انت عايز ترجعها. يعني هنا هترجع بالاضافه للحاجات اللي احنا عارفينها، هترجع نسبه ال 85 ونسبه ال 90 ونسبه الواحد. الواحد دي اللي هي بتمثل 100%. فلما تيجي تبص على الاحصائيه اللي طلعت لك دي تفهم من كده ان اكتريه الاسعار زي ما شفنا في البوكس بلوت من شويه بتتراوح من المينيمم اللي هي من 5118 دولار لحد هنا 85% اللي هي 18500 دولار، وهي دي نسبه المينيمم. ونسبه الماكسيمم بتتراوح من اول 18500 دولار لحد نسبة 15% بقى زي ما هي هتقول تحت دلوقتي، تتراوح من 85% اللي هي 18500 دولار لحد الماكسيمم اللي هو 45400 دولار. ده الكلام اللي هي بتقوله هنا. بعد كده تبدأ تعمل فيجواليزنج لكل الداتا اللي هي الكاتيجوريكال داتا اللي هي محدداهم هنا دي. هتعمل فيجر سايز هتبدأ ترسم كل الداتا وتشوف علاقتها مع البرايس. الأول هنا هتعمل كاونت، هتعمل هتقول لك سب بلوت. احنا عارفين سب بلوت بتاخد النمبرز وفروز وعدد الرسومات اللي هتتعمل. هنا هتعمل 3 رسومات جنب بعض، والواحد ده اللي هو الاندكس، الاندكس بتاع الرسمه في الطرف، الاندكس 1 اللي هو الاندكس 0 يعني، والرسمه اللي بعدها في الاندكس 2 والرسمه اللي بعدها في الاندكس 3. هنا هتعمل ايه؟ هتقول لك هتعمل كارز دوت الكولوم اللي اسمه كومباني نيم، خش لي جوه فيه واعمل لي فاليو كاونتس. فاليو كاونتس احنا عارفين بتخش جوه الكومباني نيم وتشوف ايه انواع الكومباني نيم اللي موجوده وتعملها عن طريق البلوت، فهتبقى بالشكل اللي قدامنا ده كده. وهنا هتعمل ايه؟ هتعمل الفيول تايب، انواع الوقود اللي العربيات بتستخدمها، وتعمله برضه عن طريق بلوت. وهنا هتعمل الكار بادي. تعال نشوف الكلام ده في الكيرنر بتاعتي عشان الرسم يكون واضح. هنا واضح من الرسمه دي هنا ان التويوتا هي اكتر حاجه مستخدمه في السوق، وهنا واضح ان اكتر حاجه العربيات بتستخدمها هو الجاز. بس مش معنى ان اكتر حاجه مستخدمه الجاز يبقى هو اغلى حاجه، لا، احنا ممكن زي ما نشوف بعد شويه هتلاقي ان الديسل ده هو الاغلى في السعر. وهنا السيدان ويجي وراه الهاتش باك، وبعد كده الواجون، وبعد كده الهارد توب بالتدريج كده بالشكل ده اللي هو زي ما هي عامله هنا. قالت لك هنا هو المحور الاكس هو الكار تايب، ومحور الواي هو الفريكوينسي اوف كار تايب. اكتر حاجه مستخدمه هي السيدان زي ما هي هتقول لك هنا كده، سيدان از ذا توب كار تايب بريفيرد، اكتر حاجه مستخدمه فيها السيارات، بس مش شرط تكون اغلى حاجه يعني. طيب بعد كده هتعمل برضو فيجر تاني، هتعمل سب بلوت، هتعمل رسمتين جنب بعض. الرسمه الاولى اللي هي سامبلنج هيستوجرام، هتعمل كارز دوت سامبلنج كل الكولوم اللي اسمه سامبلنج، هتعمل له كاونت بلوت عشان تشوف ايه اكتر حاجه متكرره في الداتا. والكيوب هيليكس دوت هو شكل الرسمه، البارد ده اللي هو الطبق او اللوحه، الطبق ده اللي هو اللوحه، والرسمه الثانيه في الاندكس الثاني اللي هي جنبها السامبلنج مع البرايس. فتفهم ايه من الرسمه دي؟ ان السامبلنج اصلا لو انت بصيت عليه في الداتا بتاعتك هتلاقي جواه الارقام دي اللي هو 0 1 2 3 سالب 1 سالب 2. اكتر سامبلنج مستخدم، انا مش عارف السامبلنج دي بتدل على ايه بالظبط في العربيات، ممكن يكون حد فاهم عربيات اكتر مني، بس احنا مش شرط نفهم يعني كل حاجه. واضح ان هنا ان السامبلنج العربيات اللي بتستخدم سامبلنج 0 1 هم دول الاكتر استخداما في السوق، بس مش شرط يكونوا اغلى حاجه، لان هنا الاغلى حاجه اهو هو من خلال البوكس بلوت ده الماكسيمم هنا اهو
اغلى حاجه في السالب واحد، السامبلنج سالب واحد، يجي وراه الزيرو، يجي وراه التلاتة والسالب اتنين، يعتبر بيتراوحوا في رينج معين. يعني انت لو بصيت على البوكس بلوت ده وبوكس بلوت بتاع سالب اتنين، دول بيتراوحوا الاسعار بتاعتهم في رينج معين، واقل سعر في السامبلنج اللي هو الواحد. بص هنا الواحد بيتباع بشكل كبير بس هو سعره قليل. فهنا ده الكلام اللي انا قلته هي بتشرحه هنا. بعد كده هتعمل فيجر، هتعمل تاني سب بلوت تاني للانجن تايب، نوع المحرك، البليت اللي هو شكل الرسم بكذا او اللوحه بكذا، والتايتل هنا اهو الانجن تايب هيستوجرام، وهنا هتعمل الرسمه اللي جنبيها، هتعمل الكولوم اللي اسمه انجن تايب مع السعر. بعد كده هتعمل داتا فريم بي دي دوت داتا فريم، هتعمل جروب باي للانجن تايب والبرايس. مثلا في الانجن تايب ده عندنا نوع اسمه او اتش سي، وعندنا كذا كذا نوع تاني او اتش سي في، وفي كذا نوع من المحركات بتاعت السيارات. فهتخش جروب باي دي، هتخش على كل الداتا بتاعتنا اللي موجود فيها او اتش سي في الكولوم اللي اسمه انجن تايب، هتجيب المتوسط اللي بيقابل النوع ده بتاع من الاسعار. يعني هتجيب اهو برايس دوت مين، وبعد كده هتعمل اسندنج فولس، هتعمل سورت يعني الاسندنج فولس، يعني رتب لي الكلام دوت من الكبير للصغير اللي هي الرسمه دي. واضح ان هنا متوسط الاسعار الدي او اتش سي في هو اغلى متوسط اسعار، وبالتدريج كده بالشكل ده بتشوف الانجن طيب مع متوسط الاسعار. والرسمه ديت اللي هي عملتها في الاول اكتر حاجه مستخدمه في السوق اللي هي الاو اتش سي، اكتر حاجه دي مستخدمه. وبعد كده الاو اتش الاو اتش سي في هي الاغلى سعر، الاغلى في السعر هي الاو اتش سي في، والاقل سعر اللي هي الاو اتش سي اف والاو اتش سي برضو، يعني دول اقل في السعر. ودول هنا دي الماكسيمم ودي الماكسيمم اللي وراها، وهكذا. يعني من خلال البوكس بلوت ده بتشوف الاسعار مع الانجن تايب وهكذا. الفيول تايب اللي هو نوع الوقود مع البرايس، وهنا هتعمل جروب باي للكار بادي مع البرايس. تعال نشوف الرسم هنا، الكومباني نيم باص الافريج برايس، ده اول حاجه عملتها بالجروب باي. واضح ان الجاكوار ده اغلى حاجه موجوده، يجي بعديه البوك، ويبقى بعد كده يجي بعديه البورتشيز، بعد كده البي ام دبليو. انا ممكن اكون بنطق الاسامي دي غلط بتاعت السيارات دي، بس انا ما عنديش خبره قويه يعني في السيارات. هنا اكتر الانواع اغلى حاجه موجوده بالنسبه للوقود هو الديسل، اغلى من الجاز، بس مش معنى كده، احنا شفنا من شويه ان الجاز هو الاكثر استخداما، بس هنا واضح ان الديسل هو الاغلى يعني. طيب بعد كده الكار بادي، اكتر حاجه غاليه، اغلى حاجه موجوده في الكار بادي. الجروب باي جابت متوسط الاسعار على محور الواي، وجابت هنا الكار بادي، وهنا جابت الفيول تايب، وهنا جابت الكومباني نيم، وهتبدا تعمل مقارنه ما بينهم بالنسبه للاسعار. ده اللي الجروب باي بتعمله. هنا واضح ان الهارد توب ده اغلى حاجه موجوده، هو والكونفرتبل، بعد كده يجي وراه السيدان، دول اغلى حاجات موجوده بالرغم من ان السيدان هو الاكثر استخداما. طيب فهنا بتشرح الكلام، وبتقول لك ان الجاكوار والبوك دو سيم تو هاف هايست افريج برايس، اعلى اسعار موجوده. ده في الرسمه الاولى اللي هم الاثنين اللي في الاول دول. بعد كده الرسمه الثانيه بتقول لك ان الديسل هو اكتر سعر موجود، وان الهارد توب والكونفرتبل دول برضو اكتر الاسعار اللي موجوده، اغلى حاجه يعني بتكون موجوده بالنسبه للسيارات. بعد كده هتعمل برضو كاونت بلوت للدور نمبر، وهتعمل البليت اللي هو شكل اللوحه بلازما، وهتعمل التايتل بكذا، والبوكس بلوت هتعمله طبعا، هتجيب هتقارن بقى الدور نمبر مع البرايس، وهتعمل بليت بلازما برضو. وهنا هتعمل الرسمه الثانيه، هتعمل التايتل بكذا، هتعمل كاونت بلوت طبعا في الاندكس رقم واحد، هتعمل الكاونت بلوت للكارز دوت اس الكولوم اللي اسمه اسبريشن، وهتعمل البليت بلازما، وهتحط التايتل بكذا، وبعد كده تعمل بوكس بلوت الكولومز دوت اللي هو الاسبريشن والبرايز، بتحاول تقارن كل حاجه مع البرايز من الاخر يعني. فهنا عملت الشكل اللي قدامنا ده. هنا واضح ان هنا لما عمل الكاونت بلوت اكتر حاجه موجوده في الداتا اللي هو الفور ده بالنسبه للدور نمبر، اللي هو العربيات تقريبا اللي هي اربع ابواب يعني، دي اكتر حاجه مستخدمه، بينما وهي برضو تعتبر الاغلى او ممكن يكونوا قريبين جدا من بعض يعني. هنا مفيش فرق قوي يعني، سعر العربيه او ايا كان العربيه لها بابين ولا اربع ابواب، دي واضح انها مش بتاثر في السعر قوي.
طيب هنا الاسبريشن نفهم منها ايه؟ ان اكتر حاجه موجوده عندنا في الداتا هي الاس تي دي، دي اكتر حاجه الناس بتستخدمها، بس مش معنى كده ان هي اغلى حاجه، لان واضح هنا من الرسمه ان التربو هو لما عملنا الاسبريشن مع البرايس التربو ده هو اكتر حاجه او اغلى حاجه، اغلى حاجه موجوده، ودول طبعا اللي هم النقط دي اللي هي الانومالي ديتكشن اللي هي القيم الشاذه. هنا برضه اهو بتشرح الكلام اللي انا قلته، بتقول لك ان الدور نمبر مش بيأثر قوي في السعر، وبتقول لك ان الاسبريشن والتربو هو اغلى سعر اللي هو التربو ده، نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. بعد كده هتعمل فانكشن، هي طبعا عماله ترسم كولوم كولوم، فهتعمل فانكشن لذيذه جدا وبشكل ذكي جدا على اساس ترسم الحاجات الكولوم اللي متبقاها كلها مره واحده. هتعمل فانكشن اسمها بلوت كاونت، بتاخد الاكس وبتاخد الفيجر. بترجع ايه بقى؟ اول حاجه بتعمل بي ال تي، بتعمل سب بلوت، هنعمل اربع رسومات، اربع صفوف في عمودين، والفيجر اللي هو هيتبعت بعد كده اللي هو الاندكس. تمام. بعد كده التايتل هيكون ايه؟ العنوان اللي هيتكتب على الرسمه، الاكس اللي هتيجي من هنا زائد الهيستوجرام، الاثنين هيدمجوا على بعض. بعد كده هتعمل كاونت بلوت الكارز، الكولوم اللي اسمه اكس، كولوم الاكس اكس اللي هيتبعت هنا، والبليت شكل اللوحه ماجما، وهنا سب بلوت هتعمل اربع صفوف تاني. هو الاربع صفوف اتعملوا في الاول، في هنا بقى الاندكس هنا عمودين برضو، يعني هيعمل رسمتين جنب بعض. الفيجر الفيج زائد واحد، يعني ايه؟ يعني هنا الاندكس كان واحد، فهنا هيبقى الاندكس واحد زائد واحد اتنين، يعني في الرسمه اللي جنبيها. بعد كده هتعمل التايتل الاكس اللي هي هتتبعت، اللي هي هتيجي من هنا، هتيجي هنا، هيبقى الاسم اللي هنا فاص البرايس. وهتعمل بوكس بلوت الكارز، الكولوم اللي اسمه اكس، الكولوم اللي اسمه اكس اللي هو هيجي من هنا هيتقارن مع البرايس. هي بتعمل نفس الكلام اللي عملته فوق ده اللي احنا عمالين نشرح فيه من بدري. الفانكشن دي كان ممكن تعملها من الاول وتشوف العلاقه ما بين كل الداتا، ما بين كل الداتا اللي هي الكاتيجوريكال مع البرايس. فبس هي جت في الاخر، يعني حبيت، هي بتحب توريك كذا فكره يعني، فلما تيجي تنادي على الفانكشن دي اللي هي بلوت كاونت نادت عليها اهي، بتاخد ايه؟ بتاخد تو ارجيومنت، الاكس والفيجر. الاكس هتبعت فيها الانجن لوكيشن، الانجن لوكيشن، والفيجر واحد. يعني ايه الفيجر واحد؟ الفيجر واحد ده اللي هو الاندكس، فهنا هيبقى دي 4 2 1، يبقى ده الاندكس واحد الرسمه الاولى. هنعمل فيها ايه؟ تايتل، التايتل هيكون ايه؟ الاكس، الاكس اللي هي بعتت اللي هي الانجن تايب، فالعنوان بتاع الرسمه هيبقى الانجن، الانجن سوري، الانجن لوكيشن هيستوجرام، اهو العنوان بتاع الرسمه اهو في الرسمه انجن لوكيشن هيستوجرام. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتعمل سب بلوت تاني الرسمه اللي جنبيها اللي هو 1 زائد 1 2، يعني تعالى في الاندكس اللي جنبي اللي هو الرسمه دي هعمل فيه ايه؟ هقول لك الاكس كارز اوف الاكس، الكولوم اللي اسمه اكس، اللي هي الاكس دي متخزن فيها ايه دلوقتي؟ اللي هي الاسم ده اللي هو الانجن لوكيشن اللي احنا بعتناه هنا، هتيجي تخش هنا، يبقى الانجن لوكيشن ده، سوري احنا هنا في البوكس بلوت، الانجن لوكيشن ده يجي يخش هنا، هيتعمل بوكس بلوت للانجن لوكيشن مع البرايس، مع الكولوم اللي اسمه برايس والبليت ماجما. تمام. فهيعمل الرسمه دي بالشكل ده. بعد كده برضو هتبعت الكولوم اللي بعديه اللي هو السلندر نمبر، رقم السلندر مع الاندكس طبعا، الكلام ده هيخش هنا وهيبدا يتنفذ بالطريقه اللي انا شرحتها دلوقتي، وبعد كده فيول سيستم، وطبعا في الاندكس اللي بعده، وبعد كده الدرايف ويل، وفي الاندكس اللي بعده. فبالطريقه الذكيه دي هي رسمت، بدل ما كانت عماله تعمل كل حاجه على حده كده بالشكل ده، وتعمل سب بلوت وجروب باي ومش عارف ايه، فالفانكشن دي بس كده هتديها الكولوم وهي يخش ويتنفذ كل حاجه وهيطلع لك الشكل ده. فهنا واضح ان الكاونت بلوت بالنسبه للانجل لوكيشن اللي هو الفراونت مستخدم اكتر بكتير جدا من النوع الثاني اللي هو الرير. وهنا البوكس بلوت الرير هو اغلى بكتير جدا من الفراونت، بس الفراونت هو الاكثر استخداما. وهنا برضو هتعمل كاونت بلوت بالنسبه للسلندر نمبر، رقم السلندر، واضح ان 4 و6 و5 هم الاكثر استخداما، بينما الباقي قليل جدا، بس مش معنى ان هم اكثر استخداما يبقى اغلى حاجه، لان هنا اغلى حاجه اللي هو الايت. بصوا يا جماعه، الايت اللي هو بيتباع بشكل قليل جدا بس ده اغلى حاجه، بينما هنا يجي برضو السكس، السكس ده بيتباع بشكل كبير، وبرده السلندر وبرده السعر بتاعه عالي، يعني الماكسيمم هنا ومتوسط الاسعار يعني معقول بالنسبه له اللي هو الخط ده، وهكذا. برده هنا برده بتشوف اكتر حاجه في الفول سيستم اللي هو النوع ده، هو ده الاكتر استخداما. بس تعالى نشوف ايه اغلى حاجه، اغلى حاجه اللي هو ده الاي دي اي، ده هو الاغلى حاجه يليه ده، بس هنا برده متوسط الاسعار بالنسبه لدوت وده يعتبر قريب بالنسبه للاي دي اي والنوع ده،
انا مش شايفه يعني الكلام صغير قوي، بس ده متوسط الاسعار يعني قريب جدا من بعضه. وهنا هنا الدرايف ويل اكتر حاجه مستخدمه اللي هو الاف دبليو دي، يليه الار دبليو دي، وبعد كده الفور دبليو دي. بس الاغلى حاجه اللي هو الار دبليو دي، ده اغلى حاجه موجوده في السوق بالنسبه لاسعار العربيات اللي هي اللي بتستخدم الدرايف ويل. بعد كده يليه الاف دبليو دي والار دبليو دي، تمام. وهنا بتبدا تشرح الكلام اللي احنا قلنا ان احنا قلناه، بتشرح الرسم اللي فوق يعني. بعد كده هتعمل فانكشن تانية اسمها سكاتر، هتعمل سكاتر بقى يعني نفس الفانكشن اللي فوق بالظبط يا جماعه، مفيش اي تغيير، بس بدل بس هنا هتعمل سكاتر بقى. هي فوق هنا كانت بتعمل كاونت بلوت و بوكس بلوت، انما هنا بقى هتعمل سكاتر، هتعمل سكاتر، هتشوف العلاقات. الكلام ده سهل فهنعديه على طول يعني، لان انت لو قريته انا هحط لك الكرنل تحت هتفهمه على طول ان شاء الله. هتعمل علاقات ما بين الكار لينس والبرايس، والكار ويتس والبرايس، والكار هاي والبرايس، والكاربوت والكاربوت الكاربوت ويت والبرايس. طيب تفهم ايه من السكاتر اللي قدامك دي؟ واضح جدا جدا ان الكار لينس هو بيأثر في سعر البرايس، لان العلاقه هنا بشكل لينير، لان هنا كل ما اللينس بيزيد هتلاحظ ان السعر بيزيد اهو، كل ما اللينس بيزيد السعر بيزيد. وهنا كذلك ان الكار ويتس برضو بيأثر في السعر، وهنا في الكارب ويت هنا برضو كل ما يزيد الكارب ويت، واضح ان العلاقه يعني كورليشن عاليه قوي، كل ما يزيد كل ما البرايس بيزيد. بينما هنا بص مفيش علاقه لينير، يعني هنا ده مش بيأثر قوي في السعر. وهو ده الكلام اللي هي بتشرحه هنا، ده الكلام اللي هي بتشرحه. طيب بعد كده هتعمل فانكشن تانية اسمها بي بي، بتاخد 3 ارجيومنت وبترجع ايه، بتعمل بار بلوت، بتعمل بار بلوت للكارز للداتا. والبار بلوت دي بتاخد 2 ارجيومنت، لو انت جيت هنا وعملت شيفت تاب 3 مرات هيطلع لك ارجيومنت اسمه اكس فارز، وارجيومنت تاني اسمه واي فارز، والسايز ب4. السايز دي اللي هو بتاعه الرسم يعني، والاسبكت ب1. الاسبكت دي لها علاقه بالانش، بتعمل لك الرسمه بالانش، هتعمل لك الرسومات دي، هتعمل لك 6 رسومات، 3 و3 و3 سوري 9 رسومات هتعمل لك. الاسبكت دي لو انت زودتها هي هنا 1، لو انت عملتها 5 مثلا هتلاقي الرسومات دي صغرت جدا جدا جدا، كل ما تزود كل ما بتصغر. طيب هنا تعال نشوف هي هترسم ايه. هتعمل نادت على الفانكشن اللي اسمها بي بي، هتبعت لها الانج سايز والبورت ريشو والستروك، هتبعت لها الثلاث صفوف دول من الداتا، هيجوا يخشوا هنا هيتعمل لهم بار بلوت لان هم هيتخزنوا هنا، وهيتعمل لهم بار بلوت مع البرايس، تمام. تعالى نشوف كده الانجن سايز بالنسبه للبرايس، واضح ان في كورليشن كويسه هنا، برضو واضح ان في كورليشن كويسه هنا، مش قوي يعني كورليشن في الاستروك مش قوي يعني. هنا دي ما بتاثرش في البرايس ولا حاجه، اللي هي الكومبريشن ريشيو، وهنا برضو يعني بتاثر بس مش قوي، لان هنا هتلاقي ان في حاجه لا نقدر نقول كويسه اللي هي الهورس باور. وهنا البيرك بي ام دي يعني ما بتاثرش قوي، لان العلاقه اللينير مش حلوه قوي يعني. هنا دي كويسه، ديت نيجاتيف كورليشن، هتلاحظ ان السهم هتلاحظ ان الشكل بيرجع بكده من قدام لورا، فدي نيجاتيف كورليشن، ودي برضو اهي نيجاتيف كورليشن. فهنا بتقول لك ان الانجن سايز والبورت ريشيو والهورس باور والويل بيز دول يبدو ان هم بيأثروا كويس جدا في السعر، بينما السي تي ام بي جي والهاي واي ام بي جي ما بيأثروش قوي في السعر، بتقول لك هو نيجاتيف كورليشن. سهل يا جماعه الكلام كله، هو رسم وانت بتحلل الرسم وخلاص بالنسبه للسعر، وتشوف ايه اللي بيأثر في السعر وايه اللي ما بيأثرش. طيب بعد كده هو هتعمل كورليشن ما بين، هتعمل كورليشن كوفيشنت ما بين الكار لينس والكار ويتس، وهتجيب اول هتجيب الكلمة اللي هي كل الصف الأول العمود الأول برضو، اللي هي العلاقة ما بينهم هتكون 84%، يعني لو أنت شلت دول، لو أنت شلت دول وعملت ران من الصفر والواحد هيجيب لك أربع أرقام عاملة زي الكونفيوشن ماتريكس كده، هتجيب لك أربع أرقام. فهي ما جابتش الأربع أرقام، هي خدت الإندكس اللي هي عدد الصفوف واحد وعدد الكولوم واحد برضو، يعني ده الإندكس 0 والإندكس 1، تمام؟ فالعلاقه ما بينهم 84%. بعد كده هتبدا تعمل كولوم، هتزود كولوم بقى على الداتا، هتعمل كولوم جديد اسمه فيول ايكونومي،
الكولوم دوت هتعمله ازاي؟ هتجيب الكولوم اللي اسمه كار، هتجيب الكولوم اللي اسمه سي تي ام بي جي، وهتجيب الكولوم الثاني اللي اسمه هاي واي ام بي جي. الكولوم اللي اسمه سي تي ام بي جي هتضربه في 55%، وبعد كده هتجمع عليه الكولوم اللي اسمه هاي واي مضروب في 45%، وبعد كده هتزوده تحت على الداتا اللي هو الكولوم ده فين؟ اه الفولي ايكونومي اللي هو ده يا جماعه، ده تزوده وعملته بناء على ايه؟ بناء على السي تي ام بي جي وعلى هاي واي ام بي جي. حتى لو انت بصيت على ده زي ما يكون جابت المتوسط بتاعهم حاجه زي كده يعني. هي اصلا احنا عرفنا ان دول بيأثروا في السعر، فهي لما تجيب المتوسط بتاعهم عشان تعمل كورليشن مع البرايس، وهتشوف الشكل بعد شويه عامل ازاي، فهتلاحظ ان الرقم اللي بيطلع هو بيكون الرينج ما بين الرقمين دول. يعني هنا 23 بيتراوح من 21 ل 27، هنا 23 بيتراوح في ما بين الرقمين دول، وهنا برده نفس الكلام ما بين الرقمين دول. طيب ده اول كولوم عملته. تاني كولوم عملته هتعمل بايننج ذا كار كومبانيز بيزد اون افريج برايس. طيب ازاي الكلام ده؟ هتجيب هتعمل كولوم جديد اسمه لا هتقول لك الكارز برايس، الكولوم اللي اسمه برايس اللي هو كارز برايس دوت از تايب انتجر اللي هو نوعه انتجر. هتاخد كوبي من الداتا، احنا عارفين ان الداتا بتاعتنا متخزنه في كارز، فلما اقول كارز دوت كوبي انا كده خدت كوبي من الداتا وخزنتها في التمب. فهتعمل فاريبل تاني اسمه تيبل، تيبل دوت جروب باي، هتعمل جروب باي اللي احنا شرحناه من شويه، الكومباني نيم الكولوم اللي اسمه كومباني نيم مع السعر متوسط الاسعار. طيب بعد كده هتعمل ميرج، هتعمل دمج ما بين ايه؟ اولا هتعمل ريسيت اندكس، وميرج دي بتاخد شويه بارامتر، لو انت جيت شيفت تاب هنا هيطلع لك البارامتر دي، من ضمنها بارامتر اسمه هاو وبارامتر اسمه اون. فالهاو دي هتعمل ليفت، يعني حط لي الكولوم ده من ناحيه الليفت، والاون اللي هو معتمد على الكولوم اللي هيتعمل ده هيكون معتمد على الكومباني نيم. والبنز ده فاريبل عملته حطت فيه الارقام دي اللي هو 0 10 3 20000 40000، والبادجت اللي هي الكارز بن هيحط البادجت والميديوم والهاي اند، دي الحاجات اللي هتتعمل في الكولوم الجديد الليبلز يعني. فالكولوم الجديد هيبقى اسمه كارز رينج متوسط الاسعار، يعني الاسعار اللي غاليه من الاخر هتحطها هاي اند، والاسعار المتوسطه هتحط الميديوم، والبادجت دي اللي هي الاسعار القليله يعني. طيب وهتعمل خد بالك ان التمب دي بترجع حاجتين، بترجع برايز اكس وبرايز واي، يعني لو انت خدت التمب دي وعملت لها خدت انت الكيرنل عندك وعملت لها برنت لوحدها هتطلع لك ان هي الداتا تزود على التو كولونز اللي هو برايز اكس وبرايز واي. فهنا بتقول لك كات، هتعمل كات للبرايز واي، والبنس اللي هي الارقام دي هتيجي تتخزن هنا، ده ارجيومنت برضو بتاخده الكات. والرايت بفولس هتعمل رايت بفولس، والليبلز اللي هو الكاربن اللي هي الميزانيات او اللي هي البادجت والميديوم والهاي اند، بعد كده هتعمل كارز دوت هيد. فكله ما يجي يتضاف هنا في الاخر اهو، الاسعار اللي هي غاليه هتتحط هاي اند، والاسعار المتوسطه هتتحط ميديوم، والاسعار الرخيصه هتتحط بادجت. فهي عشان تعمل كورليشن بعد كده مع البرايس هتعمل اهو، هتعمل رسمه جديده، هتعمل سكاتر بلوت ما بين الفول ايكونومي الكولوم اللي هي عملته الجديد اللي هو ده، والعربيات والسعر، بالسعر بتاع العربيات الاتش وي اي، الاتش وي اي احنا شرحناها قبل كده اللي هي الكارز اللي اسمه الكولوم اللي اسمه درايف ويل، وبعد كده الاكس ليبل بكذا، والواي ليبل اللي هو البرايس والشو، وبعد كده عملت بي ال تي دوت تايت لي اوت. طيب ايه اللي حصل هنا؟ تعال نشوف الرسم. تايت لي اوت دي عشان تعمل لك الشكل اللي قدامنا ده، وتجيب لك ده اللي هو الاتش يو اي، الاتش يو اي اللي هي حددته اللي هو الدرايف ويل. درايف ويل جواه ثلاث انواع اللي هو ار دبليو دي واف دبليو دي وفور دبليو دي، وكل لون بيدل على النوع. فهنا هتلاحظ ان العلاقه مش قويه جدا مع السعر، يعني هنا الفول ايكونومي تحس ان هي نيجاتيف كورليشن، تحس ان السكاتر جاي من قدام لورا كده، فهنا الفول ايكونومي مش بيأثر قوي في السعر ولا حاجه يعني. طيب هنا هو بتقول لك فول ايكونومي هاز ان اوبجكت اوبيس نيجاتيف كورليشن، في نيجاتيف كورليشن واضحه جدا مع السعر. طيب بعد كده هتعمل جروب باي للفول سيستم والدرايف ويل والكار سترينج. تعال نصغر الشاشه ثانيه واحده يا جماعه، يعني نصغر الشاشه عشان تبقى واضحه اكتر. هنا الكارز رينج، والكارز رينج الكولوم اللي احنا كريتناه اللي هي كريتته من شويه في الداتا اللي هو الكولوم الاخير ده. طيب بعد كده هتعمل الكولوم اللي اسمه برايز، هتجيب المين بتاعه والان ستاك
ان ستاك اللي هو فيل فاليو بزيرو. بعد كده تعمل هتعمل بلوت عن طريق البار وهتعمل التايتل بالكلام ده، وبعد كده تعمل شغل الرسمه. فالرسمه تطلع بالشكل ده كده. فتعال نشوف التحليل بتاعها، بتقول لك هاي رينج كار اكتريه العربيات بتفضل هنا الاخضر ده، الاخضر ده اللي هو الهاي اند. احنا عرفنا ان عندنا تلات انواع في الكار رينج، بادجت وميديوم وهاي اند. فالهاي اند الاخضر ده اللي هو اكتريه العربيات بتستخدمه، اللي هو الاي دي اي والار دبليو دي، وهنا برضو الام اف الام بي اف اي والار دبليو دي. بالار دبليو دي هو مستخدم في العربيات اكتريه العربيات كلها يعني، مع الام بي اف اي ومع الاي دي اي. تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ هتقول لك ليست اوف سيجنيفيكانت فاريبلز افتر فيجوالايز اناليسز. ديت حاجات مهمه، كلهم مهمه. بعد ما عملنا فيجوالايزنج للداتا، هتبدا تحطها بقى، تعمل ده، هتجيبها هي من الداتا. هتقول لك كارز الكولوم اللي اسمه برايس، كل الكولومز دي هتجيبها لوحدها لانها شافت ان هي كولوم مهمه جدا، فعملت لها هيد. هي دي الكولومز اهي. بعد كده هتعمل كورليشن بقى، تشوف هتعمل بار بلوت ما بين كار ال ال ار ده، هتعمل كورليشن ما بينهم بالشكل ده كده عشان تشوف ايه اكتر حاجه بتاثر في البرايز. طبعا البرايز تحت اهو مش باين خالص، فانت ممكن تعمل كده كليك يمين وتعمل سيف ايمج عندك، وتبدا انت تشوف ايه العلاقات القويه. بس من واضح هنا يعني ده لو قلنا ان ده برايز، فالرسمه دي هي بوزيتيف كورليشن اهي، ودي بوزيتيف كورليشن، ودي ديت مش بوزيتيف كورليشن قوي، دي برضو يعني مش قوي برضو، هنا بوزيتيف كورليشن، دي نيجاتيف كورليشن. انت نزل الصوره وهتفهمها يعني. بعد كده هتعالج مشكله الدامي فاريبل. احنا عارفين ان عندنا كاتيجوريكال داتا، هتعمل فانكشن لذيذه خالص اسمها دامز، بتاخد تو ارجيومنت وبترجع، بتعمل بي دي اللي هي جايه من بانداز جيت دامز، وبتاخد الاكس اللي هي جايه من هنا بتحولها، وبعد كده تعمل دروب فيرست بتروح عشان تتخلص من مشكله الدامي تراب. الكلام ده كله قديم. وبعد كده هتضيف كولوم، هتعمل بي دي دوت كونستانت دي اف، وعند كونستانت بتاخد عدد الصفوف وعدد الاعمده، فهي هتعمل كولوم كله حايد اللي هو كونستانت، عدد صفوفه وعدد اعمدته هو نفس عدد الداتا بتاعتنا والاكسس بواحد. وهتعمل دروب بي دي دوت دروب الاكس، الاكس دي اللي هيتعمل لها دروب، الاكسس واحد امبريس تو. طيب تعال نشوف الكلام ده. هنا هتنادي على الدامز، هتقوم باعت لها الفيول تايب، الكولوم اللي اسمه فيول تايب. هتنادت على الدامز، الدامز بتاخد تو فاريبل، اول حاجه اللي هو الفيول تايب، والدي اف اللي هو الكار الكارز ال ار. فالكارز ال ار دي اللي هي متخزن فيها الداتا بتاعتنا اصلا. طيب فالفيول تايب تيجي تخش هنا، وبعد كده هيقول لك دي اف الكولوم اللي اسمه فيول تايب ده يتحول لدامز، فتحول لدامز كده في الاخر. طبعا هو بعد ما عمل دروب فيرست، طبعا كل الارقام احنا عارفين الدامي تراب او الدامي داتا بتتحول لصفار وحايد، وبنعمل كولوم من الداتا عشان نتخلص من الكولوم الاولاني، بنعمل له دروب فيرست بترو اللي هو اللي هي عملها دي. الموضوع سهل جدا يا جماعه والله، بس انتم محتاجين تمسكوا الكرنه كده وتفنطوها واحده واحده. هنا خلاص حولت الداتا لنيوميريكال سوري لدامي تراب خلاص، والكولوم اللي هي كانت اصلا اللي هي كانت انتجر اصلا موجوده زي ما هي، هي اللي تحول بس الدامي اللي هم الكاتيجوريكال داتا اللي هم دول. والسطر ده كده، السطر ده لو عشان يعمل لك هيعمل دروب للكولوم بعد ما يتحول لدامي تراب. يعني احنا خلاص مثلا حولنا الكولوم اللي هو الاسبريشن ده حولناه لدامي تراب عباره عن اصفار وحايد، فبعد ما حولناه دامي تراب عملت له دروب بالفانكشن دي بس، فبالتالي الداتا اتحولت بالشكل اللي شفناه. وبعد كده هتشوف الشيب بتاع الداتا اللي هو 205 صف في 31 عمود. بعد كده بقى هتبدا تجيب الترين تيست سبليت عشان تقسم الداتا، والراندم راندوم سيت دي واضح ان هي كانت بتشتغل على الكيرنل في كذا يوم يعني، فراندوم سيت دي عشان تبدا التقسيمه بتاعت الداتا نفس الارقام تبقى هي كل مره تشتغل على الكيرنل يعني. هتقسم الداتا لدي اف ترين ودي اف تيست، هتقسم بقى اهو، هتاخد الانبوت هنا والكارز ال ار دي هي اللي هتقسم لحاجتين، وعينه الترين ب 7 من 10 وعينه التست ب 3 من 10 والراندوم ستيت ب 100. بعد كده هتجيب المين والماكس سكيلر، هتعمل مين وماكس سكيلر لان هنا رينج الارقام، بص هنا في صفار وحايد وهنا طبعا في ارقام كبيره، فعشان ادخلها الموديل بالشكل ده هتعمل لي مسليدنج للموديل بتاعي، فهنخليهم كلهم كل الارقام اللي في الجدول دي هنخليها كلها تتراوح من صفر لواحد. احنا عارفين المين والماكس سكيلر بتجيب من صفر لواحد، والستاندرد سكيلر بتجيب من سالب واحد لواحد.
طيب فهتعمل خدت منه اوبجكت وكرييتد كرييتد فاريبل في كل الكولوم اللي هي هيتعمل لها منه اللي هيتعمل لها سكيلر. بعد كده هتنادي على الفانكشن هتنادي على الفانكشن اللي هي دي اف ترين. لا سوري يا جماعه تقول هنا الكولوم ده الكولوم اللي هي عملته ده اللي هو هنا دي اف ترين دي اللي هي جايه من هنا دي اف ترين دي. وهتقول كل الكولومز اللي هي دي اللي هي النمبر الفارز والسكيلر في الترانسفورم لمين للكولوم ده لكل الكولومز دي اللي هي متخزنه هنا في النمبر فار. فبالشكل ده لما تيجي تعمل هيد للداتا هتلاقي كل الداتا اتحولت ما بين فرنج اهو من صفر لواحد من صفر لواحد. فهنا الارقام كلها بقت قريبه جدا من بعضها. فدي بتبقى كويسه في حته ان انا اعمل تريننج وتديني نتائج كويسه يعني على ما يكون في فرق ارقام في الارقام كبير. طيب بعد كده هتعمل ديسكرايب للداتا هتشوف شويه حاجات في الاستاتستكس عن الداتا. بعد كده هتعمل هيت ماب لتشوف الكورليشن. احنا عارفين الهيت ماب بيورينا الكورليشن والانويد بترو عشان يظهر الانويد بترو عشان يظهر لك الارقام اللي تبقى في المربعات دي والشكل شكل الالوان عملته بالشكل ده وعملت شو. فواضح ان هنا بقى بتبدا تشوف بقى انت بتنزل الرسم عندك وتشوف العلاقات ما بين كل الداتا وكل الكولومز اللي عندك وبعضها. طبعا اللون الازرق ده بتكون علاقه قويه لحد هنا مثلا اللون اللي هو الابيض ده بتكون علاقه ضعيفه جدا واللي في الوسط دوت بتكون علاقه متوسطه يعني. طيب اللي هي نسبه ال 75% ونسبه ال 25 ونسبه ال 50%. فهي هنا بعد ما شافت هي الرسمه بتقول لك ان الهاي كورليتد فاريبل اكتر حاجه بتاثر في البرايس هي الكارب ويت والانجن سايز والهورس باور والكار ويتس والهاي اند. دول اكتر حاجات من خلال الشكل ده اللي هي من خلال الرسمه دي والالوان عرفت ان دول اكتر حاجات بتاثر في السعر. بعد كده هتقسم الداتا بقى هتقول لك دايفنج داتا انتو اكس اند واي. الاكس دي اف ترين اللي هي قسمتها فوق هتعمل بوب للبرايس. البرايس هتيجي تخزنه هنا بوب دي هتاخد الكولوم اللي اسمه برايس هتحطه في الواي ترين وبقيه الداتا هتتحط هنا. يبقى كده قسمت الداتا الاكس وواي. طيب هتستخدم بقى الار اف اي. الار اف اي اللي هو ريكيرسيف فيتشر اليمينيشن. دي حاجه بتستخدمها عشان تشوف ايه اكتر الكولوم اللي بتاثر في الاوتبوت بتاعك برده وبتبدا تحذف فيها في الكولوم الاقل اهميه. يعني ايه؟ لو تفتكر في الباكورد ايميديشن كنا بنحدد السيجنيفيكانس ليفل كان بيكون 5 من 100 وكنت بشوف البي فاليو اي قيمه في البي فاليو اعلى من ال 5% كنت بعمل لها دروب. فديت الار اف اي اللي هي ريكيرسيف فيتشر اليمينيشن بتعمل نفس الكلام بالظبط. والبيج دي بتتكلم عن الريكيرسيف فيتشر اليمينيشن هحطها لكم تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. طيب نرجع تاني للكيرنل. جابت اللينير ريجريشن خدت منه اوبجكت هنا اهو هنا جابت خلاص بتجيب الار اف اي ازاي بتقول اسكيل لاند دوت فيتشر سيلكشن امبورت ار اف اي وجابت اللينير ريجريشن من اللينير موديل وجابت الستيتس موديل عشان برضه هتستخدم الباكورد اليمينيشن دوت اي بي اي از اس ام وجابت الستيتس موديل دوت الستيتس موديل دوت ستيتس دوت اوتلايرز انفلوينس امبورت الفاريانس انفلوينس انفلكشن فاريانس انفلكشن فاكتور عشان نشوف الحاجات اللي هي الاوت لاير. خدت اوبجكت من اللينير ريجريشن وبعد كده عملت فيت دربت الموديل على الاكس ترين وعلى الواي ترين وبعد كده جابت الار اف اي. الار اف اي بياخد ايه؟ خدت حطيت الموديل اللي هي دربت فيه اللينير ريجريشن حطيته هنا وهتجيب 10 كولوم بس. هي هنا بتحدد عدد الكولوم اللي انت هتاخدها فهي حطت اللينير ريجريشن وعدد الكولوم اللي هتاخدها 10 كولوم بس. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ ار اف اي دوت فيت هتعمل فيت باستخدام الار اف اي هتدرب الداتا هتحط الاكس ترين والواي ترين. بعد كده هتعمل زايب امر زايب وبعد كده امر زايب هتعمل اكس ترين دوت كولومز لكل الكولومز اللي موجوده في الاكس ترين فقط بعد ما اتقسمت طبعا. وبعد كده الار اف اي في حاجه اسمها سبورت اندر سكول وفي حاجه اسمها رانكينج اندر سكول. فالزايب دي هترجع ايه؟ وبعد ما تحولها لليست يعني هترجع الشكل اللي قدامنا ده. احنا عارفين ان هنا حددت الار اف اي ب 10. يعني ايه 10؟ يعني هنا في كل الكولومز دي الار اف اي هتجيب لك اكتر حاجات بتاثر في الاوتبوت هنجيب 10 كولوم منها بس. فالحاجات اللي بتاثر في الاوتبوت هتلاقي الار اف اي عاملها لك بترو اللي هو السبورت بتاعها هتلاقيه هنا معمول بترو ده ترو. وكمان هتلاحظ ان الرانكينج بتاعه بواحد اي حاجه الرانكينج بتاعه واحد هتلاقيها بترو. وبالتالي ال10 دول اللي هم دول لو انت عديت الترو كلهم
والرانكينج بتاعهم واحد هتلاقيهم كلهم 10، وهم دول اللي الار اف اي هياخدهم عشان تبدا تدرب الداتا بتاعتها. طيب هتعمل ايه تاني؟ هتقول لك اكس ترين، اكس ترين دوت الكولومز، هجيب الكولوم، هتعمل ار اف اي دوت سبورت دوت سبورت، فهتشوف هم دول ال10 كولوم. احنا عرفنا ان ار اف اي دوت سبورت بيجيب لك ال10 كولوم اللي هم بيسبق فقط اللي هم تم اختيارهم، تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ هتقول لك building model using states model for detailed statistics. هتقول لك x train rfe ده variable جديد اهو، ال x train الداتا بتاعتنا اللي هي ال x train x train dot columns، هتجيب الكولوم اللي اسمه rfe dot support ال 10 كولوم اللي تم اختيارهم عن طريق ال rfe. ال rfe هتعمل لهم head كده بالشكل ده، فهي دي الكولوم، دول ال 10 كولوم اللي هي هتعمل تريننج بيهم عشان تشوف ايه اكتر حاجه فيهم بتاثر في الاوتبوت سعر العربيه. هتعمل فانكشن اهي اللي هي بترجع ال او ال اس، هتعمل كونستانت الاول اللي هو كولوم كله حايد في الاول، بعد كده ال او ال اس اللي هي الاختصار اوردينري ليست سكوير، شرحتها قبل كده بالتفصيل في الباكورد اليمنيشن في اللينير ريجريشن في البلاي. بعد كده هتعمل ال ام دوت سامري، هنشوف سامري دي دلوقتي بتعمل ايه، وهيريترن الاكس. الاكس دي الفانكشن دي هترجع الاكس. طيب ادي اول فانكشن هتعرف، هنعرف دلوقتي بتستخدم ازاي. بعد كده هتعمل تشيكنج للفي اي اف، بتاخد البارامتر، البارامتر اللي هو الاكس ده. الفي اي اف دي اللي هتخش هنا بتتحول ل ده فاريبل اهو، الداتا اللي هتخش هتتحول لداتا فريم. بعد كده هتعمل كولوم جديد اسمه فيتشرز، هتقول لك اكس دوت كولوم، كل الكولوم بتاعتنا هتتخزن في الفيتشر ده. بعد كده الفي اي اف ده جابت الفاريانس انفلونس انفليشن فاريانس انفليشن فاكتور اللي هي كانت جابتها من هنا، عملت لها امبورت اللي هو ده فاريانس انفليشن فاكتور عشان الاوت لاير. بعد كده الفاريانس انفليشن فاكتور ده لو انت عملت شيفت تاب هتلاقيه بياخد تو ارجيومنت اللي هو الفاليوز الاكس دوت فاليوز اللي هي الصفوف، والاي دي اللي هو الاندكس، والاندكس ده هيلف على كل الداتا. اللي اقول لك فور اي ان رينج اكس دوت شيب واحد، فالواحد الاي دي الفور لوب دي هترجع الاندكس بتاع الكولوم بتاعتنا، فهتيجي تتخزن هنا وهيتعمل لها برنت مع الاكس فاليوز. انا شايف ان دي ملهاش لازمه، ما كانش لازم تعملها يعني، كان ممكن بس تكتفي بالاوردينري ليست سكوير وتبدا تشوف البي فاليو والسيجنيفيكانس ليفل اللي هو بيكون 5 من 100، وبعد كده تبدا تظبط الداتا بتاعتها على اساس السيجنيفيكانس ليفل وخلاص. بس هي بتستعرض مهاراتها مش اكتر. وانا يعني اول حاجه، اول مره اشتغل بالار اف اي دي، اول مره تعدى عليا يعني، انا دايما كنت بشتغل بي ال الاو ال اس بس. ادي الواحد اهو بياخد افكار هنا بقى، بص الاو ال اس دي بتعمل ايه، اللي هي الاوردينري ليست سكوير اللي هي بعد ما تعمل سمري. بص اتنادى على الفانكشن اسمها بيلد موديل اللي هي دي، وهتديها الاكس ترين ار اف اي اللي هي جايه من هنا اللي هي فيها كل الداتا بتاعتنا، وهتديها الواي ترين كده، حطت الاكس ترين والواي ترين. بص السمري بقى بتعمل لك، احنا عارفين ان السيجنيفيكانس ليفل دايما بيكون 5 من 100، فلما اجي ابص على الكولوم بتاع البي فاليو اللي هو يهمني من هنا، هتبص على كل الارقام بتاعت البي فاليو هتلاقي ان الرقم ده هو اكبر من 5 من 100. انا ما ينفعش يكون عندي رقم في الكولوم بتاع البي فاليو اكبر من قيمه السيجنيفيكانس ليفل اللي هي بتتحدد من الاوردينري ليست سكوير. فانا هنا لازم اعمل دروب لل 12 ده، لازم يتعمل له دروب من الداتا بتاعته عشان اكبر من السيجنيفيكانس ليفل. فهي هنا فعلا اهو هتيجي تقول دروب لل 12 والاكسس بوان، يعني هتشيل كولوم، عملت له دروب، وبعد كده جابت حطت فاريبل جديده اهو اكس ترين نيو، فهتقوم حاطه الاكس ترين نيو من غير الكولوم اللي اتشال ومع الواي ترين برضو. فهتيجي تبص على البي فاليو، البي فاليو تعال نشوف التحليل بتاعي، اكيد هتقول هتعمل دروب للفول ايكونومي. الفول ايكونومي واضح ان هو اكبر من اهو يا جماعه، فعلا اكبر من 5 من 100، فلازم يتعمل له دروب. فهتعمل له دروب، وبعد كده هتعمل رن تاني باستخدام الاكس ترين نيو اللي هي دي والواي ترين، فتيجي تبص على البي فاليو 5 من 100، واضح ان ده كونستانت ملناش دعوه بيه، احنا بنشوف بقيه الداتا واضح ان مفيش حاجه تاني. فهنا هتعمل تشيكنج بقى وخلاص، مفيش حاجه في البي فاليو، الكولوم بتاع البي فاليو اكبر من السيجنيفيكانت ليفل اللي هو 5 من 100. فهنا هتيجي تستخدم اللي هتعمل تشيكنج بقى باستخدام الفي اي اف، هتقول لك تشيك في اي اف، هتنادى على الفانكشن في اي اف دي اللي هي عملتها في الاول اللي هي الفانكشن دي، هتنادى عليها وهتديها الداتا عشان تشوف
تعمل تشيكنج. يعني انا شايف برضو زي ما قلنا ملهاش لازمه، بس تعالى نشوف هي عملت ايه. هتديها الاكس ترين نيو الداتا، الداتا بتاعتنا. فهنا ده الكونستانت مالناش دعوه بيه، فهنا طلع الارقام دي. فالفي اي اف واضح ان هي بتشيل الارقام العاليه اللي بتكون في الفي اي اف، يعني هنا هتشيل الكارب ويت. فهتيجي هنا هتقول لك ايه، دروبنج كارب ويت بيكوز اوف هاي في اي اف، اللي هو هنا ليه هاي مالتي كولينارتي اللي هو الكولوم ده. فهتشيل، بتشيل اعلى حاجه في الفي اي اف، يعني نفس فكره البي فاليو كده. فبعد ما تشيله هتستعرض تاني، هتجيب البيلد موديل وهتشوف الاو ال اس تاني. وبعد كده تعالى نشوف البي فاليو، واضح ان مفيش حاجه اكبر من 5%. يعني بعد كده خلاص هتعمل تشيكنج تاني عن طريق الفي اي اف. هنا هتعمل دروب للسيدان. تعالى نشوف السيدان اهو السيدان. يعني انا شايف ان هو من ناحيه الاو ال اس مفيش يعني اصغر من 5%، بس هنا في الفي اي اف هي عملت دروب للسيدان اللي هو اكبر قيمه بتبقى موجوده في الفي اي اف، بتعمل لها دروب يعني. فعملت دروب للسيدان، وبعد كده هتعمل تاني بيلد موديل من خلال الاو ال اس. تعالى نشوف البي فاليو. الويجن دي او الواجن دي لازم تتشال، لان هنا هو اكبر من 5%. فهنا واضح ان هي بتستخدم الاثنين مع بعض. يعني اول ما تلاقي ان الاو ال اس القيمه بتاعت البي فاليو ما فيش ولا قيمه اكبر من سيجنيفيكانت ليفل اللي هي 5%، بتروح تعمل تشيكنج عن طريق الفي اي اف. وبعد كده بتشوف بعد ما تعمل الفي اي اف بتشوف ايه اعلى قيمه موجوده عندها، زي ما عملت هنا كده هتلاقي ان السيدان اعلى قيمه، ما تقوم شاليها هتشيلها. بعد كده تعمل او ال اس تاني. فهنا فعلا طلع اهو ان الوجن ده لازم يتشال. فهنا عملت اهو بالشكل ده، بس هتقول لك انا لازم اشيل الواجن ده يتشال اهو، عملت له دروب. بعد كده هنبص تاني على البي فاليو، مفيش حاجه اكبر من السيجنيفيكانت ليفل. بعد كده هتعمل تشيك عن طريق الفي اي اف، يعني خلاص كده هي كده خلصت. هم دول اللي هتعتمد عليهم في التريننج والتستنج لما تيجي تختبر الموديل. بس هنا هتعمل دروبنج للدي او اتش سي في، هتعمل دروبنج لده اللي هو، بس ده قيمته قليله. يعني الفي اي اف دي احنا كنا بنشيل، يعني ده مثلا ده اكبر، ده الاثنين دول يتراوحوا فرنج قريب جدا من بعض، فهي هتشيل الدي او اتش سي في. طيب بعد كده هتجيب البيلد موديل، تبني بقى الموديل بتاعها، تحط الاكس ترين نيو والواي ترين دي البيلد موديل عشان تعمل تشوف الاو ال اس تاني والتشيكنج في اي اف مع بعض. فهنيجي هنا نبص على البي فاليو، مفيش حاجه اكبر. وهنا هنشوف الفي اي اف، خلاص هي مش هتعتمد، خلاص هي هنا هتعتمد على الداتا ديت كتريننج وتستنج. بس ما كانش ليه لازمه الصراحه ان هي تشيل الدي او اتش سي في، انا مش عارف هي شالته ليه مع ان قيمته صغيره. حتى لما عملت او ال اس بعد كده لقيت ان البي فاليو الاو ال اس ما اتغيرتش، يعني البي فاليو ما اتغيرتش. طيب بعد كده خلاص هتعمل اس ام اللي هي كانت عملت لها امبورت فوق، اللي هي جايه من الاي بي اي دوت او ال اس. هتحط الاكس ترين والواي ترين وهتعمل فيت، هتدرب الداتا. وبعد كده تعمل بريدكت للاكس ترين نيو اللي هي الداتا بتاعتنا. ده خلاص كده عمل البريدكت. بعد كده تشوف بقى نسبه الايرور، هي هنا بتقول لك الريزيدشوال اناليسيز. بعد كده تحسب الايرور، الفرق ما بين القيم الحقيقيه اللي هي الواي ترين والواي ترين برايس، الواي ترين برايس اللي هي اتعمل لها بريدكت. يبقى كده القيم الحقيقيه والقيم المتوقعه، والبنز ب 20. بنز ب 20 دي ما لهاش لازمه تكتبها عادي يعني، بس هي عاملاها خلاص. وهنا الايرور تايب اللي هو العنوان اللي هتكتبه ده، هنا الايرور تيرمز اللي هي دي والايرور هنا. فواضح هنا ان الديستريبيوشن كويسه جدا بالنسبه للايرور، لان الفروقات ما بين الخط ده والهيستوجرام اللي تحتيه هنا كبيره. بس يبقى هنا الايرور كبير، بينما هنا ايرور صغير جدا، هو الفرق ما بين الخط والهيستوجرام اللي معمول تحت، هنا ايرور صغير جدا. فاكبر الايرور موجود هنا، ده اللي ممكن يفرق معانا في السكور او في الاكيورسي. بعد كده هتعمل بريدكشن اند ايفالويشن، هتقول لك الكولوم دي هي اللي هتستخدمها في هنا الكولوم دي هتعمل لها سكيلنج عن طريق الفيت ترانسفورم، هتخليهم كلهم يتراوحوا في رينج معين، تمام، اللي هي الكولوم دي اللي هم ال 10 دول. بعد كده هتعمل بوب للبرايس، هتجيب البرايس هنا في الواي تيست، وهنا بقيه الداتا تتخزن في الاكس تيست. بعد كده هتعمل كونستانت، كولوم كله حايد
بتقول لك now let's use our model to make prediction، عشان نعمل prediction عمل الدروب للكونستانت مش محتاجاه في حاجه. بعد كده هتكريت x new test data frame by dropping variable from x test، هتعمل دروبنج ل ال variable هنا، هتقول لك x new test، هتكريت variable جديد ال x test. ال x test الداتا بتاعتنا اللي هي ال x test دي اللي فيها كل الفيتشرز بتاعتنا دوت كولومز، الكولومز بتاعتها هتيجي تتخزن هنا. بعد كده هتعمل اد كونستانت باستخدام ال اس ام تاني على الاكس نيو، الاكسات دي هتزود عليها كونستانت تاني. يعني عارفين الكونستانت ده المعادله بتاعت لينير ريجريشن، ده بترانسبوز اكس بلس بي، فالكونستانت عشان البايس عشان البي. تمام، شرحنا الكلام ده قبل كده. بعد كده هتعمل بريدكشن، هتقول ال ام دوت بريدكشن وهتحط الاكس نيو، الاكس تيست نيو اللي هي دي، هتعمل عليها بريدكشن. وبعد كده هتشوف السكور ما بين الواي تيست والواي بريدكت، هيطلع 86%. بعد كده هتشوف بقى تعمل رسم ما بين الواي تيست والواي بريدكت، فهنا من الرسمه دي هنا القيمه دي القيمه الحقيقيه، يعني مثلا هنا النقطه دي القيمه الحقيقيه بتاعتها كانت 1، والالجوريزم توقعها هنا قريبه جدا من الواحد برضه، يعني ايه، والقيمه دي مثلا هنقول 8 او 8 1 من 10، وهنا اقل من 8 بحاجات بسيطه. فمن الرسمه دي العلاقة ما بين القيم الحقيقية والقيم المتوقعة عن طريق سكاتر. وبعد كده السب تايتل اللي هي العنوان اللي حطيتها، بعد كده هتشوف السمري في الاخر وهيطلع كل البي فاليو مظبوط. وبكده نكون احنا تقريبا خلصنا الكيرنل. وهنا بقى بتشرح شوية حاجات عن البي فاليو والسيجنيفيكانس ليفل اللي هو 5%، وبتقول لك دي اقصى حاجة احنا وصلنا لها، والتوزيعة بتاعت الايرور اللي هي الديستريبيوشن دي يعني كويسة الى حد ما زي ما هي كاتبه هنا كده، بتقول لك ان احنا فول فيلد حققنا الكلام المطلوب مننا. وبكده نكون احنا خلصنا الكيرنل دي. كيرنل طويله وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه، بس هي عشان طويله فارهقتنا شويه. انا هحطها لك تحت في الديسكريبشن، اقراها انت وهتلاقيها سهله جدا. وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير في محاضره جديده تكون اصعب من دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.